قام معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح اليوم بزيارة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت، وذلك بوفاة فخامة الرئيس جورج بوش الرئيس 41 للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.